استقبل الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني صباح اليوم الفريق أول ظفر محمود عباسي رئيس أركان القوات البحرينية الباكستانية البحرية الباكستانية، وذلك في مكتبه برئاسة الحرس الوطني بمعسكر الصخير بحضور معالي اللواء الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وسعادة السيد أفضل محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة المعتمد لدى المملكة والوفد المرافق. وفي بداية اللقاء رحب سمو رئيس الحرس الوطني برئيس أركان القوات البحرية الباكستانية والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وما تحمله من تعاون وثيق بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدا سموه بالمستوى الرفيع الذي حققته البحرية الباكستانية كجزء من منظومة الدفاع الباكستاني ذات الكفاءة والجاهزية العالية. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي ضمن مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الحرس الوطني والبحرية الباكستانية. وفي الختام تبادل الجانبان الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.